يلا نرسم عين، نرسم مثل حبة اللوزة هذا الشيء، ونفس الشيء حبة لوزة ثانية فوقها. نمسح هذا الجزء، دائرة بالنص ودائرة صغيرة بنص الدائرة، لونها أسود، شباك مثلث. نرسم الجفن، وي من هذا الجزء نطلع الرموش العلوية. الرموش اللي منا يصير هيك اتجاهها، والمنا هيك، والمنا هيك، وطوال منا نطلع الرموش السفلية ونرسمهم مثل ما رسمنا الفوق. ملاحظة الرموش السفلية يصيرون قصار. هسه راح نظل ظللت البؤبؤ غامق من فوق وفاتح وعفت الشباك والمثلث. نرسم داخل مدمع العين ونظلل، نغمق الرموش. النتيجة ما شاء الله.